بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حبائي مشاهدي قناة الحياة في كل مكان بتابعوا صفحاتنا على كل صفحات التواصل الاجتماعي على يوتيوب وعلى فيسبوك، برحب فيكم ترحيبي وأقول لكم سلام المسيح. سلام المسيح الترحيب اللي بتعني وبتحمل معاني كتير. سلام المسيح معكم، سلام المسيح في بيوتكم، سلام المسيح في وسط الاضطراب اللي احنا بنعيش فيه في هالايام هاي. كلنا في بيوتنا نشكر رب لكل واحد عم بيسمعني وعنده اكل في بيته واولاده حواليه، فيش حدا مريض، نشكر رب. حدا مريض وبتمر بظرف صعب، اشكر رب لانه مش بعيد عن حدثك ومش بعيد عن اللي انت فيه. اشكره واعظم اسمه لانه فعلا وسط الحدث. خففوا شويه اخبار، ما تسمع أخبار كتير، اسمع الأخبار اللازمة طبعاً ونتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لكن من فضلك ومن فضلك قلقك وخوفك طالما أنت ما بتقدر تعمل في إشي سلمه للرب. تعال اليوم معي وإحنا جايين نسبحه ونعلي اسمه القدوس، مش بس في كلام ترانيم منقوله ولا عزف عود ولا تأملات، لا، في قلوب تسجد من فضلكم. توحدوا معي في قلبكم وإحنا محتاجين نرفع اسمه القدوس أمامنا بالتسبيح بالترنيم بكل شيء. وتأكد كل مرة بقولها إحنا نيجي نقول له جايين نقدم ذبيحة التسبيح، بتلاقيه سبقك وقدم لك الراحة النفسية وقدم لك هداوة البال وقدم لك كل شيء أنت قالك حطه على جنب. هو اللي قال تعالوا إلي يا متعبين وثقيلي الأحمال. وكم إحنا فينا اليوم ناس متعبين وثقيلي الأحمال، ما إلنا غيره، نجي عنده ونسبح اسمه القدوس. مع كاتب مزمور 117 هو أصغر المزامير، وكلام المزمور بيقول سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا، سبحوا الرب. فهالكلمات ما أعظم أنك تعرف أنه رحمته قد قويت علينا، يعني رحمته فوق كل شيء إحنا بنعمله. ونفس الشيء أنا بقولك ضيف عليها من عندك، لأن قوتك قد قويت علينا، لأن سلطانك قد قوي علينا. شو ما يصير بهالعالم يا سيد، جايين نسلمك كل الأمور. نشكرك ونعظم اسمك القدوس، سمحت لنا نوجد في محضرك. يا من أنت مبارك، يا من أنت معظم، يا من أنت مسبح. أشكرك على الفرص اللي بتعطينا إياها نقف أو نركع أو نسجد قدامك. الأهم نفكر ونخضع قلوبنا لمشيئتك. في اسم المسيح بصلي بركة لكل أخ وأخت عم بيسمعونا، لكل بيت بيسبح اسمك الآن. في اسم يسوع الغالي بصلي وبعطي كل كرامة وكل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين. حمدوه
يا كل الشعوب سبحوا الرب، يا كل الأمم حمدوه، يا كل الشعوب لأن رحمته قد قويت علينا، وأمانة الرب إلى الدهر، لأن رحمته قد قويت علينا، وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا 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 هللويا، سبحوا 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 الرب، سبحوا 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 الرب. سبحك نباركك نعظمك يا من أنت قدوس، حياتي هي رضاك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك، يرويني يا يسوع بحنانك. يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. يا رافع راسي لغدي، يا مجدي يا أوفى صديق، يا حبيبي يا منور عمري، يا فدي يا يسوع ما أحلاك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك. هللويا هللويا، ناديا مكان في سماك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وانا وياك. هللويا هللويا، ناديا مكان في سماك. قولوا معي، يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. يا رافع راسي في الدين، يا مجدي يا اغلى صديق، يا حبيبي يا منور عمري، يا فدي يا يسوع ما احلاك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وانا وياك. هللويا هللويا، ماليا مكان في سماك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وانا وياك. هللويا هللويا، ماليا مكان في السماء. أشكر نعمتك، أشكر عملك على الصليب، علشان كل واحد فينا يقدر يقول أنا ليا مكان في السماء، أنا ليا مكان في السماء. أشكرك وأعظم اسمك اللي خليتنا نقدر نقول لك حبيبي وإلهي وربي وسيدي. لو ما تجسدت هذه الكلمة المتجسدة
الكلمة الأزلية يسوع رب المجد اللي عايشين نغني وعايشين نرنم له، كيف راح أعرف إنك أنت بتحبني لهالدرجة وبتسمح لي أقول لك صديقي أخي حبيبي إلهي ربي؟ وأقرب لقب لقلبي لما بقول لك يا أبي السماوي. علمتنا يا رب نقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. والترنيمة اللي جاي ترنيمة خليجية اسمها يلي لدانا لدانا رب السماء أبانا، كانت نتيجة اختبار شخص من السعودية كلمني وقال لي إنه أكتر إشي لمس قلبه في المسيحية إنه بيقدر يخاطب الله بصيغة الأب وبدالة الابن يخاطبه بيقول له أبوي السماوي. تعرفين ناس كتير بتيجي من خلفيات الله بعيد، الله متجبر، الله متعالي وفاصل بينه وبينه، وده صح طبعا، حاشا أن يكون الله مش الأعلى وحاشا أن يكون الله مش له كل السلطان، له كل السلطان وله كل العظمة وله كل القدرة، ومين بيقدر يقرب منه؟ لكن بيسوع المسيح صرنا نقول له يا أبانا يا أبانا. ما أحلى هاللقب، ما أحلى هالامتياز اللي منعيش فيه كمسيحيين. وانت لليوم مش فاهم أنا شو عم بقول أو مستغرب، من فضلك اسأل وابحث شو بكون شعورك لو تخاطب الله تقول له يا أبي السماوي. انت بنعرف أب أرضي، وبنعرف كتير أباء أرضيين كويسين وصالحين، لكن كل واحد فينا عنده هفوات ومفيش حدا كامل، فما بالك لما يكون الكامل أبوك السماوي. استعملت نظم الشعر الدانا بقول يا ليلة دانا لدانا. طبعا يا ليلة دانا لدانا ملهاش أي دلالة روحية خالص، هي يا ليلة دانا لدانا نظم الدانات، كان يكتب الشعر وما زال يكتب الشعر بالنظم على قافية الدانات، يا ليلة دانا يا دانا، عشان ترايم وتكون القافية ملائمة لها النظم هذا. فلما كانوا في منطقة الخليج العربي الناس صيادين لؤلؤ أو غطاسين لؤلؤ بالأحرى، بتركوا عائلاتهم وبيروحوا في قوارب كبيرة بتاخد تقريبا 40 وأكثر شخص وكلهم رجال طبعا، بتركوا العائلات بيروحوا طلب الرزق عشان يجيبوا يغطسوا ويجيبوا اللؤلؤ عشان يتسلوا. كانوا ينظموا دانات، فينظموا دانات بليالي السمر ليلة دانا ويا دانا. وطبعا انتوا بتقولوا أنا بحكي هلا بحكي عن موسيقى العالم، طبعا موسيقى العالم لانه رب العالم حق في هالموسيقى ترجع وتخدمه وترجع تسجد عند اقدامه وتعظم اسمه القدوس. رب بعد كلمات طبعا بالنسبه لي بسيطه لكن هي عميقه جدا، يا ليلى دانا لدانا رب السماء ابانا، من حبه لينا ارسل كلمته وشفانا، ارسل كلمته يسوع وشفانا. تعالوا نسمع الترنيمه مع بعض. السماء أبانا، يا ليلة دانا لدانا رب السماء أبانا، من حبه لينا من حبه لينا أرسل كلمته شفانا، أرسل كلمته شفانا، يا ليلة دانا لدانا رب السماء أبانا، يا ليلة دانا لدانا رب السماء أبانا، من حبه لينا من حبه لينا أرسل كلمته شفانا، أرسل كلمته شفانا. الوصف حبا ما أطيب قلبا،
فاجل وصف حبك ما اطيب قلبك الماشي في دربك الماشي في دربك يختبر لطفه وحنانك يا ليلى دانا لدانا ويا ليلى دانا لدانا رب السماء أبانا يا ليلى دانا لدانا رب السماء مانا من حبه لينا من حبه لينا أرسل كلمته شفانا أرسل كلمته شفانا الله هو الرحمن وكلمته صار إنسان الله هو الرحمن كلمته صار إنسان روحه في كل مكان روحه في كل مكان هو واحد هو واحد هو واحد في كيانه يا ليلى دانا لدانا ويا ليلى دانا لدانا رب السماء أبانا يا ليلى ليلى دانا لدانا رب السماء أبانا من حبه لينا من حبه لينا أرسل كلمته شفانا أرسل كلمته شفانا شفانا من الذنوب وستر كل العيوب شفانا من الذنوب وستر كل العيوب الكلمة المحبوب الكلمة المحبوب من بعد موت من بعد موت من بعد موت أحيانا يا ليلى دانا لدانا أو يا ليلى دانا لدانا رب السماء أبانا ليلى دانا لدانا رب السماء أبانا من حبه لينا من حبه لينا أرسل كلمته شفانا أرسل كلمته شفانا أرسل كلمته شفانا أرسل كلمته شفانا أرسل كلمته وشفانا مبارك اسمه القدوس أرسل كلمته وشفانا ولسه البعض منا احتفل بالقيام المجيد وبعمل الصليب المبارك اللي تذكرناه في الأسبوع الماضي واللي اليوم إخواننا وإخواتنا اللي ماشيين على التقويم الشرقي يكون هذا أسبوع الألام عندهم نذكر ونصلي معهم في هذا الأسبوع ما أجمل إنه كل أسبوع يكون أسبوع مقدس في حياتنا نتذكر فيه كل المراحل اللي مشي فيها يسوع وأنا بصلي للخدمة سمعت ترنيمة تنقال بالطقس الأرثوذكسي أنا ما كنت عارفها من قبل ترنيمة جميلة اسمها ليل العشاء السري لمست قلبي لأنه فعلا بتقول شو عم بصير في هاليوم بالذات إحنا بيوم الخميس هو يوم خميس العهد خميس الأسرار خميس غسل الأرجل نتذكر فيه برضو مع إخواننا اللي بيحتفلوا فيه اليوم إنه ما عمل علشان في هالأسبوع وفي هاليوم بالذات ليل العشاء السري ليل العشاء السري
أخذ خبزا وشقا وقال هذا جسدي، قال هذا جسدي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا. يا صحابي قلبي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا. يا صحابي قلبي، يا صحابي قلبي، يا صحابي قلبي. ليل آلام ربي، ليل آلام ربي، أخذ الكأس وشقى وقال هذا دمي، قال هذا دمي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا. يا صحابي قلبي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا. يا صحابي قلبي. أشكرك وأعظم اسمك، أشكرك على جسدك المكسور من أجل كل واحد منا، ودمك المسفوك من أجل كل واحد منا. جسدك مأكل حق ودمك مشرب حق. ربي جسدك مأكل حق، ربي دمك مشرب حق، ربي جسدك مأكل حق، ربي دمك مشرب حق. اشبعنا اروينا فيكون لنا حياة فينا، فيكون لنا حياة فينا. أنت خبز الحياة النازل من السماء، أنت خبز الحياة النازل من السماء. أنت الله، أنت الله. ربي جسدك مأكل حق، ربي دمك مشرب حق. اشبعنا اروينا فنثبت فيك وأنت فينا، نثبت فيك وأنت فينا. أنت خبز الحياة نازل من السماء، أنت خبز الحياة النازل من السماء. أنت الله، أنت الله. أشكرك وأعظم اسمك، مش بس أعطينا جسدك ودمك في هذه الليلة، وأنت الأعظم، وأنت الممجد، وأنت الرب، مش بس الرب، رب الأرباب وملك الملوك. تتنازل وتغسل أرجل عبيدك وتقول هاي هي الخدمة، إذا حدا فيكم بيحب يخدم هذه هي خدمتي. علمنا يا سيد، علمنا في اسم المسيح. بصلي إلي ولكل خدامك، خدام الرب في كل مكان بالعالم، أنه يا رب علمنا
منك نتضع، علمنا كيف منك يا رب نفهم شو معنى الخدمة ونغسل أرجل بعضنا البعض، يمكن مش بالمعنى الحرفي، ما محلا لو كان بالمعنى الحرفي كمان، لكن اسمع لأخوي، أسمع له، أحاول أستوعب اللي بمر فيه، أحاول أصلي له، أحاول إني أكون زي سيدي على الأرض، خادم ومش مخدوم لكل الناس، لكل من هو محتاج ومن فينا مش محتاج. لك المجد يا من غسلت الأرجل، أعظمك أشكرك ومجدك، لأنك وحدك مستحق السجود والشكر من الآن وإلى الأبد. آمين. غاسل أرجل عبيدك وإنت السيد صرت العبد، سيد الكون كله في إيدك، لا لك قبل ولا لك بعد. يا غاسل أرجل عبيدك وإنت السيد صرت العبد، سيد الكون كله في إيدك، لا لك قبل ولا لك بعد. تتنازل وتصير خدام مع إنك ملك الملوك، لتعلم مش بالكلام الخدمة محبة وسلوك، تتنازل وتصير خدام مع إنك ملك الملوك، لتعلم مش بالكلام الخدمة محبة وسلوك، ننحني لك باحترام نعطي لاسمك كل المجد. يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد، سيد الكون كله بيدك، لا لك قبل ولا لك بعد. لما مريم سكبت طيب قدروا انه غالي، وتسكب نفسك يا حبيب والعالم لا مبالي، لما مريم سكب الطيب قدروا انه غالي، تسكب نفسك يا حبيب والعالم لا مبالي، وتسعى تكون منا قريب واحنا نتفنن في البعض. يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد، سيد الكون كله في ايدك، لا لك قبل ولا لك بعد. تخلي نفسك باختيار للسرور اللي امامك، واليوم امامك بختار اعيش لك عبدك خدامك، تخلي نفسك باختيار للسرور اللي امامك، واليوم امامك بختار اعيش لك عبدك خدامك، بدمك الطاهر يا بار مع شعبك جددت العهد. يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد، سيد الكون كله في ايدك، لا لك قبل ولا لك بعد. يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد، سيد الكون كله في ايدك، لا لك قبل ولا لك بعد. أشكرك وأعظم اسمك القدوس يا من غسلت الأرجل. من فضلك يا رب تعالوا اغسل قلوبنا في هالأيام، من فضلك يا سيد تعالوا وعيشنا القيامة. إحنا احتفلنا بالقيامة وأخواننا عم يحتفلوا اليوم بأسبوع المقدس، أسبوع الألام. خلينا نتحد معهم يا رب في قلب واحد، وإحنا بنطلب جلالك وبنصلي لك يا سيد، بنقول لك يا رب عيشنا القيامة، وعيشنا مفاهيم الصليب في حياتنا،
علشان تكون القيامة لها معنى. وساعدنا يا سيد، وإحنا نذكر آلامكم، نذكر موتك على الصليب، إنه نعيش حسب هاي القيم يا سيد. مش نصلب شهواتنا، نحمل صليبنا ونتبعك. نحمل صليبنا اللي أنت تسمح لنا فيه بحياتنا مهما كان. ما عندك، دور على صليب، دور على صليب واحمله واتبع يسوع. احمله واتبع يسوع. شوف وين في أخ وأخت محتاجين، نرفعهم بالصلاة. اعتبر هذا الصليب اللي بتحمله كل يوم هم المؤمنين، هم الناس اللي بعاد عن يسوع. احنا في قناة الحياة، وأنا عارف خدام كتير مباركين، ياريت لو ترجعوا وتراجعوا الوعظات والتأملات اللي بتنحط على فيسبوك لايف وعلى يوتيوب كمان. من أنا عن نفسي بتعزى وبسمعها مرة ومرتين وثلاثة. إخوان مباركين وعلى قلبهم يخدموا، إخوان وأخوات طبعا على قلبهم يخدموا، على وخاصة أنت أخوي المسلم اللي عم تسمعني اليوم اللي بعيد، خدامك في المسيح كتار في قناة الحياة، أنا أصغرهم وعلى قلبي توصل الرسالة اليوم، وتعرف أنه أنت محبوب جدا جدا على قلب الله، أنك أنت مميز كإنسان، اختارك مات عشانك، وما عليك إلا أن تقبل عمل الرب عنك. سهل جدا أنك تقبل، سهل جدا تقول لا، المسيحية ما فيش أبسط منها، بسيطة جدا أنك تقبل، لكن بترتب عليها بنوة لله، وتعيش حسب هاي البنوة، وتكون فعلا عايش حسب قصده، عايش يفتخر فيك أبوك السماوي. يا رب صلاتي لكل إنسان بعيد اليوم، إنه يجي لعند يسوع ويختبره ويعرف حبه ويعرف اللي إحنا عايشين فيه. يا رب ما تحرم حد طلبك، وهذا وعدك، ما عمرك بتحرم إنه حد يا رب يعيش هالحلاوة اللي بيعيشوها المسيحيين الحقيقيين بيسوع. بصلي يا رب لكل مسيحي بعيد، إنه يجي اليوم يعرفك، يتغير فيك، يتغير معك، يتغير إلى شكلك تمام. يا رب بصلي لكل واحد ما بيعرفك، مسلم يهودي بوذي مهما كان، لأننا منحبه ولأنك بتحبه أكثر منا، إنه يأتي اليوم إليك ويقبلك مخلص شخصي لحياته، يقبلك ملك مدوج على كل صغيرة وكبيرة في حياته، يقبلك سيد ورب وملك ومخلص. بصلي في اسمك القدوس ولك كل كرامة وكل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. حملته يا باب، وقبل أن يحملك حملته يا باب. فوق الصليب يا حبيبي كم قاسيت آلام، ممن تمادوا في إذائك وكم غفرت أثام. فوق الصليب يا حبيبي كم قاسيت آلام، ممن تمادوا في إذائك وكم غفرت أثام. يا سيدي
كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أن يحملك حملته يا غار سألت ما ذقت خلا ذقت كل وراء سالت دماك من حشاك لتفتدي الأشرار سألت ما ذقت خلا ذقت كل وراء سالت دماك من حشاك لتفتدي الأشرار يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أن يحملك حملته يا غار وقبل أن يحملك حملته يا غار هل كل هذا يا إلهي كي تعيدني إلى حماك أبقى معك وتعزيني هل كل هذا يا إلهي كي تعيدني إلى حماك أبقى معك وتعزيني يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أن يحملك حملته يا غار يا ليت قلبي يدنو منك فأفوز بك أحيا لأجلك أمينا خاضعا لك يا ليت قلبي يدنو منك فأفوز بك أحيا لأجلك أمينا خاضعا لك يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أن يحملك حملته يا غار وقبل أن يحملك حملته يا غار أشكرك وأعظم اسمك أشكرك وأعظم اسمك لأنه من حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت شايل عارنا وكل مررنا وعظمك Thank you.
العالم جيل مت عشاننا يا رب بقيت من حبك للعالم جيل مت عشاننا يا رب بقيت شايل عارنا وكل مررنا رجعت نهارنا وخليت أحزاننا تهرب وتتوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصموم وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متع تغريني ولا طيور ما بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بهول ما بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول لو حبيت العالم هشقى وابقى عدو والله معقول انت ابويا الغالي المحبوب عايش انا في العالم ايوه والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق وصلوه وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطيه لا متع تغريني ولا طيور عالم ثاني وكله حروب واللي يحبه يعيش مغلوب عالم ثاني وكله حروب واللي يحبه يعيش مغلوب وقلوب التايبين بتسيبه ترجع اللي شعلها تطوب تشبع بكلامه المكتوب عايش انا في العالم ايوه والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصنوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطيه لا متعة تغريني ولا طيوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق وأصبر وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب قلبي تعلق بالمصنوع قلبي تعلق بالمصنوع. وبارك اسمه القدوس وبارك اسمه القدوس قلبي تعلق بالمصنوع. احنا عيدنا القيامة الأسبوع الماضي لكن بحب نرجع نتأمل ونشارك أخواننا اللي بيحتفلوا بأسبوع الألم بما عمل على الصليب علشان كل واحد فينا. تعالوا انت قدام هالمشهد قدام الصليب تركع وتسجد وتقدم توبة. قل يا رب أنا يمكن اليوم مش فاهم شو بينقال مش فاهم شو معناه الصليب لكن بعرف انه في أداة موت من أصعب أدوات الموت ومن أكثر الأدوات محقرة لمن يموت بها وإنت قبلت تأخذ هالشيء اللي كان مكاني أنا عشان تعطيني بنعمتك خلاص وحياة أبدية.
كم أنا صغير قدام هذا المشهد، وكم أنا مقصر قدام عمل الصليب. في المسيح يسوع، في المسيح يسوع ساعدنا يا رب نعيش حسب هذا الفداء العظيم. عند الصليب بركع عندك وتأمل في جراحاتك، أنا بشيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك، حتى لو كان الرأس سقيم، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك، بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفيت يا يسوع، بجلدتك شوفيت. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، ثقتي فيك انت يا معين، بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي يا يسوع، بجلدتك شوفي. برفع المجد لاسمك في صليبك، قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام ورجاء. برفع المجد لاسمك في صليبك، قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة سلام وفرح وعزاء. بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي يا يسوع، بجلدتك شوفينا، بجلدتك شوفينا، بجلدتك شافتنا يا يسوع، بجلدتك شافتنا، بجلدتك شفاء، بجلدتك حياة، بصليبك خلاص. بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي. أمرك عجيب وانت عجيب ربي يا اعظم اله، ترضى الصليب وموت الصليب لجل تعطيني حياه. ما اعظمك، ما اعظمك. وانا بتامل الكلمات اللي قال لي اياها اخ برضو من منطقه الخليج، قال لي انه انا مش مستوعب اللي صار على الصليب. هو بفكر انه احنا مستوعبين، فيش انسان بيقدر يستوعب اللي صار على الصليب الا بالايمان. تقبل هذا العمل الكفاري اللي صار عني وعنك، وبالايمان تقدر تشوف رسم لصورة محبة الله ليك، وتقدر تشوف رجاء كبير، رجاء لا يخزى، لأنك بتنتظر إله لا يخزي منتظري. مبارك اسمه القدوس. أمرك عجيب
أنت عجيب ربي يا أعظم إله. ترضى الصليب وموت الصليب لجل تعطيني حياة. أمرك عجيب وانت عجيب ربي يا أعظم إله. ترضى الصليب وموت الصليب لجل تعطيني حياة. بينت لي محبتك عدلك لدى رحمتك. بينت لي محبتك عدلك لدى رحمتك. خلصتني بنعمتك ومجانا أنا صار لي رجاء. ربي يا أعظم إله أشكرك أشكرك ربي أبوي وسيدي. أشكرك أشكرك حررتني فكيت قيدي. أشكرك أشكرك ربي أبوي وسيدي. أشكرك أشكرك حررتني فكيت قيدي وصرت لي طوق النجاة. ربي يا أعظم إله مبارك اسمك. انت القدير وانا الحقير انا عبدك البطال. ابنك اصير وكيف يصير احتار في فكري سؤال. انت القدير وانا الحبيب انا عبدك البطال. ابنك اصير وكيف يصير احتار في فكري سؤال. واحترت كيف اوصفك شوقتني اعرفك. احترت كيف اوصفك شوقتني اعرفك. وكيف دمك انسفك وبررني انا اول الخطا. ربي يا اعظم اله اشكرك اشكرك ربي ابوي وسيدي. اشكرك اشكرك حررتني فكيت قيدي. قول له معي اشكرك اشكرك ربي ابوي وسيدي. اشكرك اشكرك حررتني فكيت قيدي وصرت لي طوق النجاة. ربي يا أعظم إله أشكرك أشكرك ربي أبويا وسيدي. أشكرك أشكرك حررتني فكيت قيدي وصرت لي طوق النجاة. ربي يا أعظم إله ربي يا أعظم إله أشكرك أشكرك
أبارك اسمك القدوس وأشكرك لأنك فعلا أنت أعظم إله. أشكرك للي عملته عنا علشان على عود الصليب. بشكرك لأنك أنت إله أمس واليوم وإلى الأبد. أنت يسوع اللي كنت تجول تصنع خير والآن تجول وتصنع خير ورح تضل تجول وتصنع خير لأن صفاتك ما بتتغير. أنت الإله الكامل، أنت الله. أنا بشكرك لأنك سمحت لنا نوجد في محضرك. بشكرك على هالوقت اللي أعطيتنا إياه نسبحك ونبارك اسمك. سامحني يا رب على التقصير إذا ما عرفتش أوصل لإخواني وأخواتي اللي على قلبك، لكن أنا عارف أنت بتوصل لقلب كل إنسان طالبك من غير وسيط، وأنا حتى ما ليش دور إلا أني أشهد عنك اللي عملته بحياتي. أنا كنت أعمى والآن أبصر، وهذا اللي بشهد عنه. تعالوا نصلي في النهاية لطلبات بعض الإخوان والأخوات اللي طلبوا الصلاة. من فضلكم صلوا لبولا للدراسة والثانوية والاكتئاب. دكتور بهاء، نصلي للدكتور بهاء للشفاء العاجل في اسم يسوع. الأخ زكريا، نصلي لشفاء عاجل وتمجد للرب في حياتك. الأخت نغم، نصلي يكمل رب مشواره معاك يا رب وسهل الوقت اللي جاي في اسم يسوع. الأخت سوسن طلبت صلاة لمامتها بتمر بظروف صحية. تعالوا نصلي مع بعض. طبعا من فضلكم اتحدوا معي بالصلاة بقلب واحد. تعالوا نحط الإخوان اللي ذكرناهم واللي ما ذكرناهم اذكرهم انت في قلبك. أبونا السماوي المبارك الصالح، جايين أمامك على حساب دم يسوع المسيح. جايين أمامك حطينه قدامنا يا رب، اسم يسوع المسيح المبارك وبشفاعته اطلب صلاة يا رب. اطلب صلاة لبولا انك تساعد يا رب وقت الدراسة، وانك تمد ايدك بالعون، وانك تشيل كل اكتئاب وترجعه يقرأ الكتاب مرة تانية ويعرفك اكتر. اصلي للدكتور بهاء، الانسان المبارك اللي حاطط حياته في خطر عشان ناس تانيين، انك يا رب تتمجد في حياته وتتنازل اليه بشفاء من عندك يا سيد. تفرح قلب أهله يا رب بشفائه. بصلي لأخوي زكريا، أنا عارف الظروف مش أحسن ظروف يمكن تكون، لكن في المسيح يسوع بتصير أحسن ظروف. مجد يا رب في علاجه. مع أختي نغم يا رب، أنا أنت بشوفها فيك لما بكلمها وبعرف قديش هي متعزية فيك، وأنا صلاتي لكل إنسان بمر بتجربة بمر بكل مرض إن يكون عزاء الرب اللي سانده ورافعه. وأنا كل مرة بكلم هذه الأخت المباركة أنا بتعزى فيها. صلاتي يا رب أنك تمد إيدك إلها بالشفاء، وأنك تحسن إليها يا رب في فترة العلاج يا رب، وتساعد كل الأمور. صلاتي لأخوي سليم، أنا يمكن ما ذكرت الاسم قبل. أخوي سليم برضو فترة العلاج يا رب، أنت العارف وأنت الشايف، من فضلك تتمجد معهم في حياتهم. صلاتي لمامة أختي سوسن، أنت عارف الظروف الصحية اللي بتمر فيها، أنت شايف وعارف. من فضلك يا رب تعال بشفائك، تعال بإيدك الحنونة عليهم اليوم يا رب. زورهم زيارة خاصة، زورهم زيارة خاصة شافية معافية باسمك القدوس يا رب. بصلي وبصلي لكل أخ وأخت عم يسمعونا وعم يشوفونا هلأ، إنك يا سيدي وإحنا بنحتفل بأسبوع قيامتك أو بنحتفل بأسبوع ألامك، نحتفل فيك يا رب. ساعدنا نعيشك أكتر، ساعدنا نعرفك أكتر، ساعدنا نتحرر فيك من كل قيد بيبعدنا عنك. ساعدنا في اسم يسوع المبارك انه يا رب نرفع عينينا عليك وننسى اللي بيحصل بالعالم والصعاب اللي بتصير بالعالم. يا رب انت الممجد، انت المبارك يا رب. بصلي انه تزور بيوتنا بسلامك، تزور بيوتنا يا ربي بشفائك برجائك، واحنا بنمر بهالظروف واحنا في بيوتنا. وبصلي لكل اخ واخت عم يشوفوني بسمعوني، سلام المسيح يكون معكم، يدوم فيكم دائما. سلام المسيح، سلام المسيح.